خسارة المستثمرين الذين رهنوا على قيام السعودية بالتخلي عن ربط الريال بالدولار، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط بحسب وكالة بلومبيرغ. شركة الأبحاث والتسويق تعلن عدم التوصل إلى اتفاق لاستعادة العقار الذي باعته شركة تابعة لها في لندن بقيمة 176 مليون ريال. سلطنة عمان غير العضو في أوبك تعتزم الانضمام للاجتماع المرتقب بين منتجي النفط في 17 أبريل في قطر.